هي تقنية موجودة، ودوك تكلمت على رئيسة مع رئيسة المجمع، إشكال بالمعدات الموجودة ما في أي إشكال، بالفرق يعني الموجودة على مستوى صيدان ما في حتى إشكال، إشكال واحد وماهوش إشكال في الحقيقة هو المادة الأولية، يعني المادة الأولية عندهم 10 أيام 15 يوم تكون المادة هنا، ولا كلوروكين يلزم ثاني يكون الطالب عليها ملح. اليوم حقيقة ينوفو دي ستوك دو كلوروكين، ولكن لي ستوك ديكلاري سون سوفيزون بور سواني 324000 كا دابري المينيستير دو لا سونتي، يعني 324000 حالة تكون مستعجلة نقدروا نقابلوها. ما عندنا ما نخافوا لحد الآن، يعني الحالات تكون المستعجلة اللي راهي تحت كلوروكين هيدروكسي كلوروكين راهم 628، ونتمناو ما نلحقوش حتى ال 1000. ماذا بينا ليبيديمي هذو راه سي ستومبي رابيدمون، مي نو زافون دو كوا بوار، اون بو با كونستيتيي دي ستوك انورم دان برودوي كي قبل الكورونا فيروس نيتي با تري دوموندي، يعني تو لي لابوراتوار دون صيدال ولي زوطر لابوراتوار ما كانش عندهم دو كروس كونتيتي، كان لابوراتوار هنا في الجزائر هو اللي عنده كونتيتي صغيره، لانه كان مستعمل في اعراض نتاع امراض ماهيش يعني سني با دي مالادي اونديميك. دونك الناس ما كانش محتاجاته، اليوم حنا عندنا الامكانيات التقنيه نهيئوا رواحنا، ولكن فو با فار دون لا بانيك، يعني نجيبوا دي ستوك انورم. كما واحد العام جبنا فاكسان يعني 700 مليار وطاح جوست مع لا فان تاع ليبيديمي. دونك ما فو راسيوناليزي ان بتي بو، مي فو راسيوري لي جون كو لي مويان دو برودكسيون اكزيست اون طون ريال، يعني عند الحاجه اون ديمار رابيدمون.